حي الله هذه الوجوه الطيبة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أيها الأحبة، ما زلنا وإياكم والحديث عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مقدمة نقدم بها للسلسلة التي أعلنا عنها، سلسلة أولئك آبائي. وكنا قد تحدثنا في لقائنا السابق ونحن نتحدث عن الصحابة، تحدثنا عن عدالة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا ما ملخصه بأن الصحابة كلهم عدول، ليس فيهم أحد مردود، وإذا جاءت الرواية عن واحد منهم فإنها تقبل دون بحث، فقد عدلهم الله عز وجل في كتابه، وعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولم يكن ربنا سبحانه وتعالى ليعدل أناس لا يستحق التعديل، ولا ليرضى على أناس لا يستحقون الترضية، حاشا لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قوم عدول، وهم صدارة هذه البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، تحقق فيهم رضي الله عنهم ما لم يتحقق في غيرهم من بدء الخليقة، ولن يتحقق في غيرهم حتى قيام الساعة. والسؤال الذي نريد أن نجيب عنه في هذه الليلة إن شاء الله هو: هل يستحق الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم هذه المكانة، وبماذا؟ السؤال الثاني: ما الواجب على الأمة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما الإجابة على السؤال الأول، هل يستحق الصحابة كل هذه المنزلة؟ أن يذكرهم الله عز وجل في كتابه ويترضى عنهم ويمدحهم في غير موطن من القرآن، وأن يخصوا بهذه الصفات العظيمة، الأتقياء، الخلصاء، النجباء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأن يدخلهم الجنة وأن يوجب لهم الجنة، هل يستحقون هذا؟ هل يستحق الصحابة ما وصفهم به محمد صلى الله عليه وسلم من أن أحدنا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة؟ بماذا استحق الصحابة؟ سألت: يستحق؟ نعم يستحقون. يستحق الصحابة أن يكونوا أحباب الله، أحباب رسوله، من أحبهم أحبه الله، ومن كرههم كرهه الله وأبغضه. نعم يستحقون. طيب بماذا استحقوا تلك المكانة وتلك المنزلة؟ لا بد من أدلة تبين لنا أن هؤلاء الخلق هم بشر كسائر البشر، لا يمتازون عن البشرية بشيء من ناحية البدن والجسد، إلا أن القلب ليس كالقلب، لا كما يقول بعض الناس هم رجال ونحن رجال. نعم هم رجال ونحن رجال، ولكن بون كبير وفرق شاسع بين رجال ورجال. ما ملكنا قلوبهم القوية النقية الطاهرة، ولا نفوسهم الثابتة الراسخة أرسخ من الجبال الرواسي، هذه ما ملكناها. وكفى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حينما ذكر جلس الصحابة فصلوا المغرب ثم صلوا العشاء إلى آخر الحديث، كفى أن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمانة لأمتي.
فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فهم بعد ذهابهم فتح الباب على الأمة، فهم كانوا بالنسبة للأمة أمان كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا يستحق الصحابة كل هذا التكريم؟ يلا احنا اتفقنا ان الدرس يكون تفاعلي. ها؟ كانوا قوما صادقين. طيب وغيره؟ أمانة. الأمانة. كانوا قوم أمناء. نعم. شرفوا وأكرموا من قبل الله عز وجل. ما احنا قلنا شرفوا وأكرموا من قبل. لماذا شرفهم الله؟ لماذا أكرمهم؟ نعم، سباقون للخير، جاهدوا في الله حق جهاده، وصلوا إلى درجة اليقين، بذلوا وضحوا، الإخلاص، بل كانوا يحبون الدنيا، هم كانوا يحبون الدنيا لكن ليس كحب غيرهم لها، يحبونها لغرس الأشجار وسقي الثمار وقيام الليل والصدقة وغيره. نعم. كانوا تربية محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت، بارك الله فيك أخونا. يقول لأنهم تربية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي رباهم. كل ما قلتموه طيب، وإنما يصب في نفس السياق ويجيب على هذا السؤال، لكن دعونا نأخذ أدلة على ما قلتموه. بسألك إنسان، أنت تحب الصحابة؟ لأن سنأتي الآن إلى ما الواجب علينا تجاه الصحابة، وأول واجب حب الصحابة. فإذا سألك سائل على ما يحب أتباع محمد، أمة محمد، صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص، فهنا نقول لقد أكرم الله عز وجل الصحابة وشرفهم، وذلك أولا لأنهم قوم أخلصوا دينهم لله، أخلصوا دينهم لله وجردوا متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حد يا منذر، شوف لعل هذا، أخلصوا دينهم لله وجردوا متابعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم على التمام والكمال، ودافعوا عنه في جميع الأحوال. نأتي إلى مسألة الإخلاص. ما تجد قوما أخلصوا دينهم لله كما فعل الصحابة؟ هؤلاء كانوا عباد وثن، كان منهم رأس العائلة والشريف في قومه والغني، كانوا يرفلون في النعيم، بعضهم كان كمصعب بن عمير، هذا نشأ في بيئة غنية، أمه كانت غنية جدا، مما يدل على ذلك لما مر على أخيه اللي هو من أمه وأبيه وقد أسره مسلم، فقال أشدد وثاقك به فإن له أم ذات متاع، يعني ذات متاع غنية، خلاص، لعلها أن تفتديه وأنت كسبان. هذه الوصية يوصي بها مسلم في أنه يشد وثاقه على أخيه الذي من أمه وأبيه، لأن له أم ذات متاع، عسى أن تفتديه منك، يعني تدفع فيه مبلغ كبير وأنت المستفيد. فهذا يدل على أنه كان أمه كانت ذات ثراء، غنية جدا، وكان أبوه كذلك. ومع هذا أوذي في الله عز وجل وترك هذا كله، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المدينة بعد البيعة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبذل وترك كل هذا لا لدنيا ولا لمصلحة ولا لمنفعة ولا لشيء، وإنما لله عز وجل. صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هؤلاء القوم نشأوا في هذه البيئة،
قد يخرج الإنسان من أرضه إلى أرض أخرى لضيق العيش وشظفه وقلة ذات اليد بحثا عن مورد من موارد الرزق، وقد يفر الإنسان من بلده ولا مال له ولا شيء إلى بلدة أخرى، لكن أن يترك مالا كبيرا كثيرا ودار ويترك متاع ويترك أهل ويترك الأرض اللي نشأ فيها وتربى فيها وكبر فيها إلى أرض أخرى، هذا لماذا؟ لله عز وجل، فهذه منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. هؤلاء القوم خرجوا من مكة مهاجرين إلى المدينة، كل على قدر حاله وقوته، إما سرا أو علانية. وكان من جملة المهاجرين صهيب الرومي رضي الله عنه، تبعه نفر من قريش فقالوا له، تخيل هذا، تضحية أحد الصحابة. صهيب الرومي لما جاء هو ليس من أهل، ليس من أهل مكة، هو من رومية، هذا ليس بقرشي. أتى قريشا مكث فيها، جمع مالا كثيرا، فلما أراد أن يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة خرج الناس في أثره نفر من قريش، فقالوا له أتيتنا صعلوقا حقيرا فكثر مالك عندنا، فبلغت ما بلغت ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ يعني جيت ما عندك حاجة ولا عندك شيء، وجيت وتجرت وكسبت وحصلت تجارة وحصلت مال، وهكذا تحب تخرج من عندنا كده بنفسك ومالك بدون سالم كده تمام ما في شيء؟ ها والله لا يكون ذلك. فنزل عن راحلته وانتشل ما في كنانته، ثم قال يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، يعني أنتم ما يخفى عليكم أنني من أحسن الرجال في الرمي، فيما يتعلق برمي الايه، رمي السهام وما إلى ذلك، من أرماكم رجلا، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي، ثم أضربكم بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، فافعلوا ما شئتم، فإن شئتم دللتكم على مالي وخليتم سبيلي. يعني كانت مسألة المال، أقول لكم المال موجود فين، لكن مسألة إن أنتم تريدونني أنا نفسي فهذا لن تكون، لن أسلم لكم هكذا. إذا كنتم تبحثون عن المال دللتكم عليه ثم خليتم سبيلي. قالوا نعم، هم ما يريدونه، يذهب أينما يذهب، وإنما يريدون المال الذي معه. قالوا نعم ففعل، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع، أبا يحيى ربح البيع. فنزل قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، إذا طمع غيرهم في مالهم أو متاعهم جعلوه فداء لعقيدتهم. أما دفاعهم عن نبيهم وذبهم عن دينهم واسترخاصهم أنفسهم وأموالهم وكل شيء في سبيل الله، فقد نوه الله عز وجل بذلك وسجله في كتابه العزيز بقوله سبحانه ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وارجعوا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقفوا على الغزوات ومواقف الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم وخروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وماذا فعلوا. غزوة بدر أول لقاء بين المشركين بين المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ضرب الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم لنا فيها أروع الأمثلة في التضحية والفداء. غزوة أحد كذلك وغيرها مما جاء من مواقف الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، ما كان من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار في غزوة بدر، من القول الدال على عظيم استجابتهم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم
في غزوة بدر لما لاقوا العدو على غير معاد. الصحابة لما خرجوا إنما خرجوا يعترضون كقافلة، ما خرجوا ليلاقوا عدو تعداده 3000. ما خرجوا لملاقاة عدو بهذا العدد، وإنما خرجوا لملاقاة قافلة معها بعض الناس يعني قليلة، ولكن يعني صار الأمر تتطورت الأحداث حتى وجدوا أنفسهم في ملاقاة عدو كبير. خرجت قريش مالها وعتادها وعدتها واستنفذوا كل قواهم وخرجوا القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أمرا دونهم، ولا أن يستبد برأسه صلى الله عليه وسلم دون أن يستشيرهم، وهو الذي علمهم الشورى صلى الله عليه وسلم. فقال: أشيروا علي أيها الناس، ما رأيكم؟ نحن إنما خرجنا نريد عيرا لا نريد نفيرا، خلاص ما تقولون؟ وقد أتت قريش، وصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش قد خرجت لملاقاته، وقد أتت قريش، أشيروا علي ما أنتم قائلون. فقال الصديق، فقام الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال: وأحسن القول. ثم قام عمر فقال: وأحسن القول. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، وإنما نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجلدنا معك دونه حتى تبلغه. يعني امشي في أي مكان تريد أن تذهب اذهب، نحن معك ونحن من ورائك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا، وقام أحد الأنصار كذلك وقال: يا رسول الله، نحن طوع لأمرك، يعني إذا أردت أن يعني لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، فامضي على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم. ولم يكن هذا كلام فقط، لما كان كلام صاحبه فعل. خرج الصحابة تركوا دارهم، تركوا أموالهم أولادهم، جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصرهم الله عز وجل. ولاقوا من قريش في غزوة أحد ما لاقوا. إذا تأمل الإنسان هذه المواقف يعلم يقينا بأن ما كان قوم ليبذلوا هذا البذل وتلك التضحية إلا استحقوا بذلك المكرمة والشرف العظيم من الله عز وجل. زيد ابن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه عندما أخرجته قريش من مكة لتقتله في الحل، كان ممنوع أن الحرم حدود الحرم أن يقتلوا فيه، خرجوا به إلى الحل إلى مكان بعيد عن حدود الحرم التي يحرم فيها القتال وأرادوا أن يقتلوه. بعد أن أسر هو وخبيب بن عدي يوم الرجيع، رأى رأت قريش صلابة الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم في الدين وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل إنسان مأثور والآن يقتادونه إلى القتل، سيقتلونه، يضربون عنقه، فخيروه بين أن يخلوا سبيله ويرجع إلى أهله وماله وأن يكون محمد في مكان. خيار فقط، ترضى؟ أترضى أن تكون سالما في أهلك ومالك ومحمد في مكانك الذي أنت فيه؟ فقط مجرد الرضا، مش إنه فعلا هتجيبوه، لا، هل تقبل بذلك؟ قال: ما يسرني أن يكون محمد، أن أكون في أهلي ومالي ومحمد في مكانه الذي هو فيه يصاب بشوكة، مش إنه يأتي هنا يكون عندكم، لا لا لا، في المكان اللي هو فيه أن يصاب بشوكة. فقال عندها سفيان، أبو سفيان قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمدا. ومواقف الصحابة كثيرة رضوان الله عليهم وأرضاه. وهذه المسألة يا أخوانا لم تكن قصرة على الأولى، على الرجال دون النساء، ولا على الكبار دون الصغار، بل إن هذا التفاني والحب والبذل والتضحية إنما شربته نفوسهم صغارا وكبارا،
حتى الأولاد شربوا من هذا المشرب ألا وهو البذل والتضحية، والنفس والمال كله في سبيل الله عز وجل رخيص. النساء كان لهم من ذلك حظ التضحية في سبيل الدين والبذل والجهاد والإنفاق والدفاع والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن قاصر على الرجال والنساء، على الرجال فقط دون النساء، لا، النساء كانوا يتسابقون في ذلك مع الرجال، كلهم يتسابقون في مرضات الله ورسوله ويتهافتون على حياض الموت. وما قصة المرأة التي من بني دينار عن نبي بعيد، نسمعها كثيرا كثيرا ما نسمعها في غزوة أحد. وطبعا تعلمون من أشد الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يوم أن خالف الرماة وحدث ما حدث، حتى شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وسال الدم الشريف منه صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة فر ثم رجعوا، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ووقف يقاتل في القوم وهو على الجبل صلى الله عليه وسلم، فكان الموقف موقف صعب، حتى شاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، شاع في الخبر أن محمدا قد مات. فوصل الخبر إلى المدينة، الخبر وصل إلى المدينة إن محمد قد قتل. ولذلك الصحابة الذين تركوا ساحة القتال وانصرفوا، انصرفوا من أجل هذا، لم سمعوا عنه، قالوا: أي خير في البقاء بعد محمد؟ خلاص قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ما نقاتل؟ فردهم بعض الصحابة أظن النضر وقال: ارجعوا فقاتلوا على ما كان يقاتل عليه، النبي محمد كان يقاتل على الإسلام، إن مات ارجعوا فقاتلوا على ما كان يقاتل. كان يوما شديدا صعب. لما وصل الخبر المدينة خرجت امرأة من بني دينار، هذه المرأة قتل زوجها وأخوها وأبوها في غزوة أحد، فلما جاءها نعيهم الخبر يعني أن أباك قد قتل وزوجك قد قتل وأن أخاك قد قتل، ماذا فعلت؟ تخيل يعني في المصاب هذا وهي تقول: ماذا فعل رسول الله؟ قابلوها بأبيها: إن أباك قد قتل، ماذا فعل رسول الله؟ هو بخير، لا حتى أراه. أخوها قتل، ماذا فعل رسول الله؟ بخير، لا حتى أراه. وهكذا. قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا يعني مدى الحب، حبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فأبوها إن مات فهو رجل، أخوها كذلك، زوجها كذلك، أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات فالأمة كلها. فلما قيل لها: إن أباك وزوجك وأخاك قد ماتوا، فقالت: ماذا فعل رسول الله؟ قالوا: بخير. قالت: لا حتى أراه. فطلبت أن تراه لكي تطمئن عليه صلى الله عليه وسلم، فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل، يعني ملهش قيمة، ما يتعرض له صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الروافض، من سب ولعن وقذف وتطاول وشتم في الملا وفي الخلا، كانوا قديما لا يظهرون شيئا من ذلك. لما كان للمسلمين السنة قوة وشوكة كانوا يخفونها ويتعاملون بالتقية، ما كانوا يجرؤون على الملأ في وسائل الإعلام أن يسبوا صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون حب أهل السنة للصحابة ومدى افتدائهم أنفسهم من أجلهم، فكانوا يخشون من ذلك أشد الخشية. ولكن لما ضعف أهل السنة وقويت شوكة هؤلاء أصبحوا يعلنونها صراحة، وأصبحوا مسألة التقية في هذا الجانب جعلوها على جانب، فتجدهم في وسائل الإعلام يسبون الصحابة، يلعنونهم، يتطاولون على أمهات المؤمنين، ولا ثمت رادع. فالأمة مشغولة، الأمة مشغولة بكراسيها ومناصبها، الأمة مشغولة بدنياها، الأمة مشغولة بما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه،
يوم أن قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قيل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أمام هذا التطاول السافر على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا علينا نحن؟ ماذا يجب علينا تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نقوم بحقهم؟ هؤلاء الذين بذلوا ما بذلوا، وقفنا على بعضه، حتى نصر الله بهم الإسلام ورفع بهم رايته وانتشر الإسلام في ربوع الأرض، حتى ننعم الآن بثمرة ما بذلوه هم. الحمد لله ولدت بين أبوين مسلمين قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هؤلاء ولدوا بين أبوين كافرين واختاروا الله ورسوله على الدنيا وما فيها، وبذلوا وضحوا وبلغوا، وقتل منهم من قتل، وعذب منهم من عذب، حتى بلغوا الدين وبلغوا الرسالة. نقرأ القرآن الآن الحمد لله بين أيدينا محفوظ، وهذه ثمرة جدهم وجهدهم وجهادهم. نستطيع الآن أن نصلي صلاة وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بسبب أمانتهم في نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته. كل ما أنت فيه من خير فمرده إليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هؤلاء الذين بذلوا وضحوا، ماذا يجب علينا نحن تجاههم؟ أول واجب على الأمة تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبهم ونجلهم ونقدرهم ونتقرب بهذا الحب إلى الله عز وجل. من عقيدة أهل السنة والجماعة وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقول وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريمهم، وحرمة بغض أحد من الصحابة البتة. من عقيدتك أنت من أهل السنة والجماعة أن حب الصحابة واجب، مش خيار ولا تفضل منك، بل هو واجب عليك. وبغضهم حرام. قال الله عز وجل في وصف من جاء بعد الصحابة، الله عز وجل ذكر فرقتين جماعتين، ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار في أواخر سورة الحشر، في وسط سورة الحشر، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ثم أتبعهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هذو الأنصار. ثم أتبع هؤلاء بذكر من يسير على نهج المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم. هذا يصدق فينا، يصدق في كل من جاء بعد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون أو ماذا يفعلون؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إنما يقصد بهؤلاء الأنصار والمهاجرين أولا، ثم من سبق بالإيمان بعدهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. روى الترمذي بسنده إلى عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، معنى غرض إنك أنت تطعن فيه أو تسبه أو تلمز أحد منهم. لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم.
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. مسألة مش سهلة يا جماعة، مش سهلة. يعني حب الصحابة من حب رسول الله، وحب رسول الله من حب الله عز وجل، وبغض الصحابة بغض لرسول الله، وبغض رسول الله بغض لله عز وجل. يبقى حبهم واجب مش خيار. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة، فكيف بالذي يناصبهم العداء؟ ده الكلام على واحد يتخذهم ايه غرض، يعني يلمز فيهم ولا حاجة، ولا يتكلم بكلمة يقول لك معاوية ليس أحق بالخلافة من كذا، ولا فلان ليس كذا، الكلام فقط، ما بالك بالليل عن يسب فيهم الصباح والمساء. فهذا يعني ربما قال بعض أهل العلم بكفرهم والعياذ بالله. من الواجب على الأمة تجاه الصحابة الشهادة لهم جميعا بالجنة. ما يستطيع أحد أن يجزم لأحد بأنه من أهل الجنة هكذا بدون دليل وبدون نص. أما وقد أتت الأدلة من الكتاب والسنة بأن الصحابة في الجنة، فإذا يجب عليك أن تشهد لهؤلاء بالجنة. فأولا في شهادة خاصة وشهادة عامة. الشهادة الخاصة أن تشهد لمن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، هؤلاء ذكروا بأسمائهم، يبقى أنت تشهد بأن هؤلاء من أهل الإيه؟ من أهل الجنة. هذه عقيدة. وفي الشهادة العامة إن جميع الصحابة من أهل الإيه؟ من أهل الجنة. فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا بعضهم. وقد جاء في بعض الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداة: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام. هذا غير العشرة. فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة. فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أنه من أهل الجنة. ورؤيا الأنبياء حق. شو واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا يبقى خلاص؟ لا لا، رؤيا الأنبياء حق، وحي. قال بلال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. هذه شهادة لسيدنا بلال. وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كذلك زيد بن حارثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة فقلت: لمن أنت؟ قالت: أنا لزيد بن حارثة. وفي الجنة. وكذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لغير هؤلاء بأنه من أهل الجنة. أما الشهادة الخاص العامة لجميع الصحابة فقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل، هذا الخطاب للصحابة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا، يعني اللي أنفق قبل الفتح أو بعد الفتح، وكلا وعد الله الإيه؟ الحسنى. والحسنى هي الإيه؟ الجنة. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة رؤية وجه الله عز وجل في الجنة. فالصحابة كلهم إما منفق من قبل الفتح ومقاتل، وإما منفق من بعد الفتح ومقاتل، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. مما يجب علينا تجاه الصحابة تحريم سبهم. لا يجوز أبدا أن نلمز في واحد منهم. وإن قرأت في الكتب ما قرأت، هناك أحيانا تجد في بعض كتب أهل السنة، أو تجد في بعض كتب من ينسبون إلى السنة من المفكرين أو المنظرين أو غيرهم، لمز وطعن في بعض الصحابة، وقد يأتي ببعض الأدلة، وقد يسرد مسائل وما إلى ذلك. فاعلم رحمك الله أن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم بنص كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، والذي يرضى عنه الله لا يسخط عليه أبدا. فدلت الآية على تحريم
سبهم. وقال عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولا شك بأن سب الصحابة فيه إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه مسألة تواردت فيها النصوص، فكل هذه النصوص وغيرها تدل على تحريم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك فقد أنزل نفسه أقبح المنازل وتجرأ على خيار المؤمنين وعصى سيد المرسلين. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يشنعون على من سب الصحابة، وكانوا يعدون هذا الأمر جرما عظيما. والمسألة يعني أقل ما فيها أنه فاسق، من تناول أحد من أصحاب النبي، هذا أقل ما فيه أنه فاسق، على قول من لم يكفروا أنه فاسق. أما المسألة تتعلق بأم المؤمنين عائشة فهذه فيها اتفاق، يعني من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطعن في براءتها فإن أهل العلم من أهل السنة والجماعة أجمعوا قاطبة على أن من طعن فيها بما برأها الله منه وبما رماها به المنافقون من الإفك فإنه كافر مكذب بما ذكره الله في كتابه من إخباره ببراءتها وطهارتها. كيف أنت تصف امرأة ترميها وتطعن في شرفها والله عز وجل قد برأها في كتابه، فقال: والطيبون للطيبات، الطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون. الله برأها في كتابه، وهؤلاء يتعرضون لها ويطعنون فيها، فهؤلاء مكذبون لله، مكذبون لكلام الله. فلا شك عند أهل السنة والجماعة بأن من فعل هذا كافر، وأنه يجب قتله. مسألة يجب قتل هذه أحكام شرعية، إنما يقوم بها ولاة الأمر، فليس لأحد من الناس أن يفعل مثل هذا الفعل، حتى لا يفهم الكلام خطأ. هذه دروس تبث على وسائل الإعلام، يقول لك هو بيحرضوا على قتل، لا نحرض على قتل أحد، هذه أحكام شرعية إذا وجدت بيئة لتطبيقها، يعني في حاكم شرع يطبق الأحكام ووجد تحت إمرته من يفعل هذا فحكمه كذلك. أما عوام الناس فهذه المسألة يعني لا تترك لعوام الناس، كل واحد سمع واحد يقول لك هذا الحكم الشرعي فيها هذا والله أعلم، لأنه يعتبر قد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. عجب من الله كيف يطعن في أناس اختارهم الله أن يكونوا جلساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ثلة وجماعة، ثلته وجماعته الذين يرافقونه في سفره وإقامته وفي ذهابه ومجائه. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. الأصل كما قلنا المسألة مش مسألة طعن في هؤلاء، إنما يطعنون في الناقل، فإذا جرحوا الناقل أوشك أن يبطلوا أن يبطلوا المنقول، كما قال أحد هؤلاء لما سئل: علامة تعلمون أول ما تعلمون صبيانكم تعلمونهم الطعن في الصحابة؟ قال: يعني إننا نطعن في الناقل، فإذا بطل الناقل أوشك أن يبطل المنقول اللي هو الكتاب والسنة. فهدفهم مش الصحابة، هدفهم النبي صلى الله عليه وسلم والدين كل الدين. فالتطاول على الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والجرأة في تنقصهم سنة الزنادقة وأهل الأهواء قديما وحديثا. واللافت للنظر أن هذه الجرأة ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة بشكل يثير الاستغراب، تارة باسم النقد التاريخي، وتارة باسم البحث العلمي، وتارة تحت عنوان حرية التفكير، وتارة تحت عنوان مش عارف إيه. وكل هذا هذا يعني نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، والتبرؤ من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، الذي صار بينهم صار، والذي وقع وقع، وكلهم قوم عدول صار عن اجتهاد من كليهما. فالمجتهد منهم ومصيب له أجران، والمجتهد منهم وأخطأ له أجر واحد. قال الإمام إسماعيل الصابوني المتوفى سنة 449 هجرية: أصحاب الحديث ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتطهير الألسنة عما ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، والدعاء لهن، ومعرفة فضلهن، والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. قال الشيخ السلمان رحمه الله تعالى في كتابه مختصر الأسئلة والأجوبة على العقيدة الواسطية: الكف والإمساك عما شجر بينهم لما في ذلك من توليد العداوة، والحق على إحدى الطرفين، وذلك من أعظم الذنوب. والواجب علينا حب الجميع والترضي عنهم، نحب عليا ومن معه، ونحب معاوية ومن معه، فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حب الجميع والترضي عنهم والترحم عليهم وحفظ فضائلهم والاعتراف لهم بسبوقهم ونشر مناقبهم، لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سئل الإمام مالك عما وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم من قتال، فقال: تلك دماء، احفظها هذه يا أخوان، احفظوها. لما أحد سألك اللي صار بين الصحابة نقول: تلك دماء طهر الله منها أيدينا، ما اشتركنا فيها، ما قاتلنا، تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا، وسبيل ما جرى بينهم كسبيل ما جرى بين يوسف وإخوته. كلام ما جرى بين الصحابة كما جرى بين يوسف وإخوته عليهم السلام. طبعا بعض الكتاب كتبوا في هذه المسألة كلام كثير جدا، ويعني فيما يتعلق بهذه النقطة، ويدور كل الكلام على هذا الأمر، ألا وهو الإمساك عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، وعدم الخوض في هذه المسألة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، وسأله رجل عما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، فقرأ الإمام أحمد قول الله تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ونختم بقول القحطاني في نونيته فيما تعلق بهذه النقطة، يقول: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان، والويل للركب الذين مشوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان، ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران، لسنا نكفر مسلما بكبيرة، فالله ذو عفو وذو غفران، لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان. فلسان يمسك ترضى عن صحابة يحبهم يذب عنهم، وإذا ما سب أحد من صحابة لابد أن تدافع عنهم. ومن واجب آخر شيء يعني من الواجبات أن تنشر سيرة الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، أن تنشر مآثرهم، وأن تعلم أبنائك أسماءهم وأعمالهم حتى نقتدي بهم. هذا ما تيسر ذكره وجمعه من الحديث عن واجب الأمة تجاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما نافعا، إنه ولي ذلك ومولاه. وبقي لنا لقاء واحد فقط قبل المرور إلى الحديث عن أبي بكر الصديق. الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن علاقة الصحابة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم،
حتى نزيل هذه الشبهة التي يعني يسيرونها أن الصحابة يبغضون آل البيت وما إلى ذلك. وسنعرض إن شاء الله يعني سنقف إن شاء الله من خلال العرض على مدى ما بذل الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم من جد وجهد وعطاء في حبهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعرفوا الناس بقدرهم وقدر رسولهم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.